والله الواحد تعب فعلا من الحرب. يعني اكيد اكيد ما اقدرش اقول على نفسي ان انا شخص مثالي يعني اطلاقا، ولكن هي المساله في انه هو الناس بتتحارب ليه طول الوقت؟ يعني مش هتلاقي اي عصر ولا حقبه من الحقب التاريخيه ما فيهاش حروب، ودايما اقعد افكر كده هو الناس بتتحارب ليه؟ لازم هتلاقي في مشكله ما، يعني في حد كان يصيغ مؤامرة ما علشان تتخلق حرب فيكون دائما مستفيد. عارف بالظبط زي ايه؟ زي بالظبط جماعات الاسلام السياسي. اما تقعد تفكر، لان انا النهارده احد الزملاء يعني قال لي يوسف هو انت ليه رجعت تتكلم في البرنامج عن الاخوان؟ يعني ولاحظوا ان احنا مثلا بنتكلم مره مرتين في الاسبوع عن الاخوان، يا اما انا بتكلم يا اما ممكن نستضيف حد من ضيوفنا الكرام يتكلم على فكره التأصيل الفكري بتاع الاخوان او الجذور الفكريه بتاعه الاخوان وتؤدي الى ايه، يعني فكره البناء الفكري بتاع الاخوان ده يؤدي الى ايه، الى ميلاد ارهابي صغنطط، الى ميلاد متطرف صغنطط، الى ميلاد متشدد صغنطط، وهكذا. فقعد عمال بفكر في الحكايه دي، فقلت له بص، لانه ولا مره على مر التاريخ توقف الاخوان، هتيجي تقولي الإخوان والتاريخ هقولك اتقل، بس توقف الإخوان أو جذورهم أو أشباههم، يعني بدءا من الخوارج. شوف بقى إمتى، يعني احنا هنا بنتكلم على فجر التاريخ الإسلامي، بدءا من الخوارج وحتى هذه اللحظة محدش توقف على الإطلاق. يعني في الهند على سبيل المثال هتلاقي واحد زي أبو الأعلى المودودي اللي أسس حاجة اسمها الجماعة الإسلامية، متطرف ومتشدد ودموي وداعي للقتل وما إلى ذلك، كويس. وخد بالك انه نفس الطريقه بتاعت التفكير بتاعت ابو الاعلى المودودي في الهند هي نفس الطريقه بتاعت التفكير بتاع حسن البنا في القاهره او في مصر، اللي هو ايه، فكره وجود تنظيم اممي، تنظيم كبير جدا يخرج عن حدود الدوله، لانه غير مؤمن بالدوله على الاطلاق. يعني ابو الاعلى المودودي كان كده، إنه الجماعة الإسلامية ملهاش علاقة بالدولة، الجماعة الإسلامية حالة يجب أن تندرج وتنضوي تحت رايتها المجتمعات والشعوب، وإنه هنا تغيب الدولة في سبيل من وجهة نظره الخلافة. يعني طب بعد أبو الأعلى المودودي تجد ظهور واحد تاني، أبو الحسن الندوي، وخد بالك إن أبو الأعلى المودودي ده هو مؤصل لأفكار واحد زي سيد قطب. يعني سيد قطب ده واخد جزء كبير جدا 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 من افكار ابو الاعلى المودود. يعني انا في رايي المتواضع تاثر سيد قطب بابو الاعلى المودودي اكتر من تاثره بحسن البنا. يعني هم كلهم ملاعين، بس هنا شوف واحد في مصر يتاثر بافكار واحد في الهند، مأساة. يعني على كل، أنا بس حبيت أقول لك إنه هم ما بيتوقفوش على الإطلاق وبيفضلوا طول الوقت يفرخوا من أجيالهم جيل ورا جيل، منظر ورا منظر، طول الوقت التنظيرات متعلقة بإنه السيطرة على الشعوب بعيدا عن مفاهيم الدول والمجتمعات المتحضرة المتمدنة، وإنه من لن ينضوي أو يسمع الكلام يبقى على طول المقابل والمكافئ هو إراقة الدماء، ولا واحد فيهم فكر في غير كده، واللي يقول لك كلام غير ده كذاب ومزيف للتاريخ. وبمناسبة التزييف، طول الوقت هتلاقي ان هناك أقاويل أو شائعات هدفها الرئيسي، لأنها أقاويل وشائعات هي مزيفة، فيبقى هدفها الرئيسي إيه؟ إنها تقلقك، ده واحد، اتنين توترك، ثلاثة تخلق فتنة جوه المجتمع. يعني الإخوان يخلقوا الفتن جوه المجتمعات، ده احنا حدوتة طويلة نقعد نتكلم فيها. حتى هذه اللحظة أنا متذكر من أسبوعين كان عندنا مكالمة مع سيادة اللواء جمال عوض، وإحنا بنتكلم على موضوع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والكارت الأزرق بتاع الأول وتغييره بكارت ميزة، أظن من أسبوعين أو ثلاثة لو أنا متذكر يعني، وتغييره بكارت ميزة. طب وده معناه إنه الناس مش هتعرف تصرف المعاشات؟ لا هتعرف. وسيادة اللواء جمال عوض الحقيقة فصل الموضوع تفصيلا وقالوا بمنتهى الدقة وفي تفاصيل التفاصيل حتى يطمئن الجميع. حلو؟
تيجي النهاردة فجأة تلاقي شائعة تبدأ تنطلق وتنتشر، اللي هي إيه؟ يا جماعة خلاص لغوا كروت المعاشات، واللي ما طلعش كارت ميزة راح عليه المعاش بتاعه، يا دين النبي. فتيجي الهيئة تيجي تقول لا يا جماعة ما حصلش، فيجي يوسف وفريق العمل، أما قبلية فريق العمل ثم يوسف، يقولوا لا لو سمحتوا يا جماعة يلا بينا نكلم تاني سيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علشان يوضح للمرة التانية ما سبق أن قام بإيضاحه في نفس ذات البرنامج، بل يكاد يكون الموضوع تقريبا في نفس ذات الساعة. سيادة اللواء أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير استاذ يوسف. مساء النور على حضرتك وعلى جمهورك الكريم. معلش يا فندم احنا بنزعج حضرتك، بس على ما يبدو فعلا الاخوان مش عاتقنا يعني. ما هي دي العاده. والله عاده لئيمه يا رب. يعني ايه ما تدوم لهم اي عاده. يعني لو تتذكر حضرتك في المكالمه اللي كانت بينا من حوالي 10 15 يوم، ايوه قلت لحضرتك اللي هيحط الكارت بتاعه في المكنه يقول له راجع التأمينات أول حاجة ما تقلقش معاشك موجود. صح. المشكلة إن الكارت اللي معاك ده انتهت صلاحيته. بس بس يا فندم ده حضرتك قلت حتى لو الشخص مش قادر ينزل نظرا لمرض ما لا قدر الله، أو لأنه عشان السن إلخ إلخ إلخ، ده احنا عندنا خدمة لحد البيت. لغاية البيت. وهقول لحضرتك الأرقام. اتفضل. اعيد تاني على جمهورنا الكريم الرقم اللي احنا فيه، ان احنا بدانا قصه الكروت الزرقاء دي في التامينات من سنه 2008 2009. الكروت دي بتسمح فقط بالسحب النقدي من بعض ماكينات الاي تي ام اللي موجوده على مستوى الجمهوريه، بعض الماكينات مش كلها. الماكينات اللي مكتوب عليها 1 2 3 بس هي اللي مسموح له انه يسحب منها المعاش بتاعه. مع دخولنا للشمول المالي قلنا بلاش بقى، يعني يتيح لصاحب المعاش كارت كما لو كان فاتح حساب في بنك ومعاه كارت اي تي ام. حلو. يقدر يشتري بيه كل حاجته، كل طلباته، يشتريها ادويه، يشتري من سوبر ماركت، يسدد فواتيره الحكوميه. براحته. براحته. عايز يسحب الفلوس يبقى من كل الماكينات وليس من بعض الماكينات. جميل. بدأنا كان عندنا كام واحد؟ 6.5 مليون مواطن معاهم الكارت الأزرق ده. على مدار السنة ونص اللي فاتت وبدون أن يشعر مواطن في مصر إن في مشكلة في هذه الكروت، غيرنا 5.5 مليون مواطن. المتبقي عندنا حوالي 1 مليون مواطن. ماشي. بدأنا نناشد أهالينا، يا جماعة الكروت دي ليها مدة صلاحية وهتنتهي، من فضلكم تعالوا غيروها، وكارت ميزة هنديهولكم مجانا من شهر يناير، وإحنا بنقول وبنردد الكلام ده. انتهت صلاحية عدد 260 ألف من المليون دول. في 260 ألف بطاقة انتهت صلاحيتها يوم 1/6. قلنا علشان الناس تطمن وما تقلقش، طلعت مع حضرتك وفي جميع وسائل الاعلام ونزلنا اعلانات، لو حصل لحضرتك وانت بتصرف معاه شهر 6 ان قال لك راجع التامينات او هذا الكارت انتهت صلاحيته، معاشك موجود، المشكله هنطلعه ازاي من المكن. حضرتك بتصور البطاقه بتاعتك وش وضهر، ايوه، وبنكتب عليها رقم التليفون المحمول. وهقول ليه بنقول رقم التليفون المحمول، وتتوجه لأقرب مكتب تأمينات أو أقرب فرع للبنك الزراعي اللي اتفقنا معاه علشان ما يبقاش فيه تكدس وزحام. حلو. لل 260 ألف. حلو. هتروح هيحصل معاك إجراءين، حاجتين اتنين. نمرة واحد، هنشط لك الكارت اللي انتهت صلاحيته ده بحيث تصرف معاشك وانت واقف. جميل. نمرة اتنين، هدي لك كارت ميزة مجانا. رائع. تقبض بيه معاشك الشهر اللي جاي. رائع جدا. بناخد ليه رقم التليفون المحمول بتاع سيادتك؟ أيوة. علشان احنا عارفين ال 260 ألف ان هم هيقفوا في 1/6. بس مش عارف اوصل لهم. فعايز ابعت له. العناوين اللي موجودة في الملفات من 20 و25 سنة وعناوين غير مدققة. بالظبط كده.
فاحنا هنعمل ايه اللي جاي ان شاء الله؟ منظومة التطوير اللي الهيئة شغالة فيه واللي هتطلق السنة الجديدة في 7/23 ان شاء الله، انا هتعامل وعاملين خدمة عملاء كما لو كان اهالينا اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يعني بيتعامل مع البنك بتاعه. حلو. ان اقدر اوجه لك رسالة فيها اي تنويهات الهيئة عايزاها، بقول لك خلي بالك يا استاذ يوسف انت كمان 3 شهور البطاقة اللي معاك دي محتاجة تتنشر، لو سمحت يعني تعال لنا علشان نعمل كذا. هبكر معاد صرف المعاشات علشان دخلت عيد، عشان الاشاعات اللي عمالة تنتشر دي، لا ده انا هبعت رسالة لكل المسجل رقم تليفونه اقول ان الهيئة قررت ان احنا معاش الشهر ده هنصرفه يا جماعة يوم 30 مش يوم واحد في الشهر. حلو قوي. وهكذا. فالغرض من طلبنا لرقم التليفون المحمول ان يبقى فيه وسيله اتصال لحظيه مع عاملنا المحترم صاحب المعاش اللي احنا كلنا في خدمته. ده حاجه يعني خدمه 5 نجوم زي ما بيتقال. مفيش بعد كده. طبعا مفيش حاجه اسمها ايقاف معاشات خالص. ان شاء الله الاعداد بقى نيجي للاعداد، احنا من يوم 1/6 بدأنا صرف المعاشات. من يوم 1/6 ليوم 6/6 جالنا الهيئة وفروع البنك الزراعي حوالي 80,000 مواطن، نشطنا لهم الكروت بتاعتهم في نفس اليوم، ودينا لهم سلمناهم كارت ميزة مجانا، وانتقلنا إلى حوالي 2400 مواطن مش قادر يجي لنا. انتقلنا لغاية مقر إقامته، نشطنا له الكارت في بيته وسلمناه كارت ميد يعني مجانا وبدون رسوم. طب ده كلام يعني مفيش بعد كده. كده احنا فاضل لنا تقريبا 177,600 بنناشدهم أرجوكوا نورونا في المكاتب أو في البنك الزراعي. طبعا كعادتنا كلنا وأنا أول واحد يعني بروح في اخر لحظه. ايوه احنا بنناشد اهالينا من يوم 1/1 باعلانات موجوده في الجرايد اليوميه من فضلكم قبل ما يجي شهر 6، لان يعني احنا زي ما قلت المليون دول 260,000 بطاقه انتهت صلاحيتها في شهر 6، في عدد اخر هتقف البطايق بتاعتهم هتحتاج تنشيط في شهر 7 وفي شهر 8. أيوة. دول الثلاث شهور اللي قدامنا، فطبعا ممكن يكون في شويه زحام الايام اللي جايه على مكاتب التامينات. مفهوم. بقول اللي صرف معاشه بدون مشكله الشهر ده سيب لنا بس اسبوع لاهالينا اللي عندهم مشكله في صرف الشهر ده. حلو. نستبدلهم وتعالوا شرفونا من يوم 15 ان شاء الله نعمل الاجراء ونسلمكم كارت ميزه مكان. بإذن الله. طب ده كلام 100 100. هو أنا متأكد إن حضرتك مش آخر حد في آخر لحظة، لأنه لسه أنا كنت بكلم حضرتك وببعت لحضرتك رسالة وأنا اللي متأخر، فقلت لي يا يوسف كده أنت اللي متأخر، قلت لك يا فندم أنا عارف. فأنا متأكد والله، لا والله حقيقي يعني إحنا علشان كده أولا بنشكر حضرتك على إنه استقبلت تليفوننا واستقبلت الزن بتاعنا في إنه معلش يا فندم عايزين نشرح للناس من أول وجديد الكلام اللي قلناه من 15 يوم تقريبا. ست لو احنا بنشكرك والله استاذ يوسف، ده واجبنا، واحنا كلنا بنشتغل في الهيئه يعني بنغير ثقافه والصوره الذهنيه اللي متاخده عن التامينات على مدار ال 60 سنه اللي فاتت. أيوة. بنحاول نغير الصوره الذهنيه دي سواء بتطوير مقراتنا بشكل حضاري لائق، نحقق الهويه البصريه للمواطن يبقى ماشي في الشارع زي ما شايف مكتب البريد كده وخد لونه المميز، وزي ما شاف اسم الشرطة يشوف مكاتب التأمينات يعرف ان ده مكتب تأمينات. احنا شغالين على كل محاور اصلاح المنظومة لخدمة اهالينا من اصحاب المعاشات والمستحقين عنها. بإذن الله يا فندم، دايما 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 لقدام بإذن الله. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا على الجهد، بنشكر حضرتك مرة تانية على هذا الإيضاح. ست اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. طيب في بقى خبر
وده خبر حلو ومهم جدا. النهاردة وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس بروتوكول تعاون مع مين؟ مع مجلس أبو ظبي الرياضي لإقامة مباراتين بتوع كاس السوبر المحلي المصري ما بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكاس مصر للموسم اللي فات 2020-2021 والموسم الحالي 2021-2022 في دولة الإمارات العربية الشقيقة. ده يا سادة يا كرام في إطار تعاون مثمر حقيقي وقوي وبناء ما بين الجانبين، روابط وثيقة ومشتركات كبيرة بل وعظيمة، ووحدة مصير تجمع الإمارات ومصر. هتيجي تقول لي يا أخي وحدة المصير يعني الرياضة، هقول لك هو اللي بيجمع عادة الإنسانية أمور زي الرياضة، فما بالك ما يجمع الأشقاء وبعضهم البعض. النهاردة اتعمل اجتماع موسع بحضور دكتور حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أيضا المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سبورتس وشركة استادات للاستثمار الرياضي، الأستاذ محمد يحيى لطفي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب لشركة بريزنتيشن سبورتس، أيضا الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ونائبه الأستاذ خالد الدرندلي، أيضا صديقنا العزيز حبيبي ده كابتن حزم إمام وكابتن محمد بركات عضوي مجلس الإدارة والأستاذ أو عضوي المجلس أنا آسف والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد. من جانب الإمارات الشقيقة سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي وسعادة سهيل عبد الله العريفي مدير تنفيذي قطاع الفاعليات بمجلس أبو ظبي الرياضي وسعادة محمد عبد الله الظهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أيضا السيد ناصر يوسف الزعابي مدير مكتب الاتصال بمجلس أبو ظبي الرياضي والسيد عبد الرحيم حسن الزرعوني مدير مكتب الأمين العام بمجلس أبو ظبي الرياضي. تعهد الجانب الإماراتي بتنظيم رائع بالمناسبة كما جرت العادة للبطولتين كاس السوبر المحلي المصري نظرا لقيمتهم الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، وأن هذا الأمر يدعم العلاقات التاريخية والروابط المصيرية ما بين الإمارات ومصر، بيعزز مسيرة وبيعزز من خطط العمل اللي بتتواصل، بيعزز أجندة حافلة وجهد مشترك الحقيقة لدعم لتجسيد تنمية في الحركة الرياضية ما بين البلدين. بمثل هذه الأمور تتحد الشعوب، الرياضة جانب، الثقافة جانب، الفنون جانب، كما أن الاقتصاد بالتأكيد جانب، السياسة جانب، إلخ من الروابط يا جماعة. إحنا قد يرى العالم كله أن هناك أزمة كبرى اسمها الحرب الروسية الأوكرانية، صح مفيش خلاف تمام، إلا أنه هذه الحرب تؤدي إلى فرصة ألماز مش ذهب. طب إيه الفرصة الألماز يا عم اللي من ورا الحرب؟ الفرصة الألماز اللي من ورا الحرب هي أنه الشعوب والحكومات العربية الدول العربية هنا بقى كلها على بعض كده تفضل تتلم على بعضها البعض. ما فرقه الاحتلال وما فرقته اتفاقات ومعاهدات زي سايكس بيكو وغيره، خد بالك تاني نقدر ان احنا نعيد جمعه مرة تانية في اطار تعاونات مشتركة وتحالفات مشتركة. وبالمناسبة دي مش تحالفات لأجل السياسة وحسب، احنا هنا بنتكلم على شعب هو فعلا واحد ويمتلك ثقافة واحدة ليست بينها التباينات إنما تفصلها لهجات، فلا نريد لها فاصلا ولا فصلا ولا فصلة على الإطلاق. احنا في مصر عندنا لهجات، السعودية فيها لهجات، الجزائر هتلاقي فيها لهجات. إذن المسألة مش في اللهجة، المسألة ان احنا نستغل بقى الفرصة دي
يا جماعة تاني بسبب الحرب العالمية التانية، بسبب الحرب العالمية التانية حصل الاتحاد الأوروبي. يعني الفرصة الذهبية بتاعت انه الحرب العالمية التانية دي ادت الى كذا وكذا وكذا، اذا ايها الاوروبيين ان اردنا ان احنا نتقي ويلات الحرب في المستقبل فعلينا ان احنا نتحد في قمة السوق الاوروبية المشتركة. وبعد كده بقى في حاجة اسمها اتحاد اوروبي. نحن بقى ايها العرب ان اردنا ان نتقي كوارث الحروب اللي بتحصل في العالم فعلينا ان نتحد، فلنتحد. فاصل ونكمل الكلام. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب يكون كله بخير. طبعا موضوع محمد الشرباجي المصنف الثالث عالميا للسكواش عامل دوشة كبيرة جدا جدا. تعرف انه محمد الشرباجي اعلن انه يا جماعة انا راجل يعني مش هلعب هنا في مصر وهلعب في انجلترا، وانا عشت في انجلترا فترة وبحب القعدة في انجلترا، مقتنع بالحياة في انجلترا الى اخره، واتخذ القرار. الاتحاد المصري للسكواش مش عايز اقول لك حقق فيما اعلنه اللاعب، لكن خليني اقول لك انه وضح مساله تمثيل اللاعب لانجلترا. ادي كل المساله يعني. طيب عايزين بس نفهم اكتر عن الموضوع ونفهم اكتر عن موقف الاتحاد ده. محمد الشرباجي كويس. فالراجل اختار انه يلعب لصالح انجلترا ويبقى هو عمليا يعني يمثل انجلترا في المسابقات الدولية خلال الفترة المقبلة. كويس. طيب خلينا بس نحاول زي ما بقولك كده نفهم الموضوع اكتر من الاتحاد على طول. خلينا ناخد معانا كابتن عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للسكواش. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. يعني الكل أصبح يدلي بدلو في القصة والحدوتة بتاعت محمد الشرباجي، ونحن نؤثر إن إحنا نعود إلى الاتحاد يفتنا في ذلك. هي القصة بدايتها إيه ونهايتها وصلت إلى إيه؟ لا، هي القصة بدايتها إن محمد الشرباجي ناشئ مصري اتعلم في نادي سموحة للسكواش وقعد يحصل على بطولات وكان لاعب موهوب وفاز يعني كويس. وبعدين جه في سن 13 14 سنه حب يكمل تعليمه في الخارج، فراح في انجلترا في بريستول وفضل يقيم لغايه النهارده هناك، كمل تعليمه المدرسي والجامعي وأقام، وبعدين قرر ان هو يكمل حياته ويبتدي حياته الاجتماعية هناك ويقعد في انجلترا بحصوله على الجنسية ويعمل حياة اجتماعية هناك كويس ويكمل. فقرار قراره هو قرار فردي، قرار اجتماعي، عايز راجل عايز يعمل بيت وأسرة، وهو ده اللي احنا وصلنا له. فخد القرار دوت وهو لاعب سكواش محترف. فمش وراجل كبير عنده 31 سنة. فما يعني حتى يعني أنا كان عندي حديث مع والدته من حوالي شهر، وهي قالت لي محمد هيعيش بره ونفسي يعيش هنا في مصر كأي أم يعني أو كأسرة يعني. ده البريف بتاع الموضوع يعني كله كويس قوي. طيب ايه اللي اثار حديث طويل حول انه لا ده اللاعب الدولي محمد الشرباجي لم يحصل على دعما كافيا من الاتحاد، لا ده مش عارف كان في مرض متعلق بوالدته بس الاتحاد رفض مساعدته، يعني حواديت كتير اثيرت في اقل من 24 ساعة. بص يا استاذ يوسف، الموضوع بتاع السوشيال ميديا ده لما بيعلى خالص كده وتلاقي الامواج بتاعته عاليه
تلاقي الطرف اللي جوه الحكايه بيبتدي يزق الموضوع على طرف زي اتحاد مثلا السكواش دلوقتي مثلا. طب والدته ست اولا دي عيله ميسوره وعيله محترمه جدا، ومش محتاجين ان حد يتعالج بالطريقه اللي انت نفسك يعني بتشوفها. لكن هو كمحمد لو جرى له حاجه في الملعب واثناء رياضه مثلا اصيب فيها، احنا بنعالج اللاعب بتاعنا وبنرجعه زي ما هو، ودي حصلت كتير جدا مع لاعبين كثيرين. ده بطبيعه الاحوال وباللوائح الخاصه بالاتحاد بالزبط. وزي ما حضرتك بتقول هو يعني واضح انه العائله الكريمه لديها من الملاءه الماليه اللي تخليه يروح ويكمل بالزبط. تعليمه في انجلترا بالزبط. ويعيش هناك وما بالزبط. الى ذلك بالظبط. فبتلاقي بقى في الوسط كلام متناقض. طب ازاي الاتحاد ما ساعدوش في علاج والدته وبعدين هم بيتعلموا بره؟ يعني لازم برضو ناقل الامور بطريقه يعني نشوف فيها القرارات دي اتخذت ازاي. بتعتقد انه محمد هو المسؤول عن مثل هذه الاقاويل والقصص والحكايات، ولا ان هناك متطوعين اخرين؟ الاثنين، بس بدرجه اكبر انه محمد شاب عنده 31 سنه وواعي قوي لقراراته طبعا، ويقدر ياخد قرار وعارف هو بيعمل ايه، والقرار ده مش وليد اللحظه، اكيد بيفكر فيه بقاله شويه، مشفق عليه ان هو يعني قرار صعب لكن هو اتخذه. لكن ما عنديش حاجه اكتر من كده اقولها يعني في انه محمد يعني لا سبب في اللي بيحصل ده في الميديا والحاجات دي، لا هو خد قرار وبيتحمل مسؤوليته. يعني لو افترضنا ان محمد تراجع في القرار لاي سبب من الاسباب، هيبقى موقف الاتحاد ايه؟ ما هو ده مننا يعني هنعمل ايه؟ يعني احنا ما خلي بالك هو لوائح الاتحاد الدولي بتقول ان هو يقدر يلعب تحت اي علم طبعا، فهو عايز يرجع يلعب تحت العلم المصري طبعا مرحبا بيه في اي وقت. يعني اهلا وسهلا، ينور. اهلا وسهلا، ينور. اذا فالاتحاد مش واخد اي موقف ضد محمد، ولا خد قبل كده ولا خد بعد كده. مفهوم جدا بصراحة. أنا بشكرك جدا يا فندم، شكرا على هذا الإيضاح، كل الشكر لكابتن عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للسكواش. أشار كابتن عاصم خليفة إنه لما أنا سألت مين اللي مسؤول عن كل هذه القصص والحكايات والحواديت اللي أثيرت في أقل من 24 ساعة، هل هو محمد الشربجي نفسه ولا أن هناك متطوعين؟ فقال لا، هو قال هما الاثنين، قال الجانبين، لكن هو برضو يتحمل قدر من يعني ليس يسير من هذه المسؤولية. على كل تمنياتنا لمحمد الشربجي باعتباره لاعب مهم، يعني اتفقت أو اختلفت هو لاعب مهم، وإلا ما كانش صنف في المركز الثالث على مستوى العالم، هو لاعب مهم، تمنياتنا ليه بالتوفيق. أنا كمواطن عادي يعني أنا ما بفهمش أي حاجة في سكواش خالص، زيرو يعني، لكن اللي أنا أحبه إنه إن أراد أن يتراجع فليتراجع يعني قبل بس ما الوقت يجري، إنه النهاردة 31 سنة فهيقعد يلعب على الأقل 5 سنين كمان، أو يمكن يكون بالكتير 5 سنين كمان، ربنا طبعا يديله الصحة ويحقق يعني أرقام قياسية حتى في أعمار اللاعبين، لكن هيجي في وقت بعد كده مش هيبقى يعني عنده اللياقة الكافية إنه ينافس ناس سنها أصغر في اللعب. لكن المسألة في إنه أنا فعلا أحب المواهب اللي بالشكل ده إنها تعود إلى الحاضنة المصرية مرة تانية، إن كان ده اختياره اللي هو بيرى فيه مصلحته الخاصة مفيش طبعا أي مشكلة، لأنه كل واحد أكيد من حقه أنه هو يدور على مصلحته ويدور على نمط معيشته كيفما يرى. بس أنا كمان شفت أن احنا في عندنا لعيبة سكواش كبار جدا ومصنفين مهمين جدا على مستوى العالم، أكتر من لعيب يعني لسه حتى كنت بتكلم مع زمايلي، ده مصر مطلعة عدد لعيبة مصنفين دوليا من الخمسة الأوائل مش من العشرة الأوائل، عدد لا يقل عن 10-15 لعيب خلال مثلا 15 سنة فاتت، يعني
مش حاجة عظم أكتر والله، يجي 20 لعيب كمان وزيادة، وكلهم لعبوا باسم مصر، وكلهم رفعوا الاسم المصري إلى أعلى الأفاق، وكلهم نفسه على مصنف أول ومصنف تاني وفي مسابقات دولية عالمية كبرى رفيعة المستوى، وكانوا بيلعبوا باسم مصر وميت فل و14. فبس ما بفهمش مسألة أنا ليه أختار اختيار للدرجات دي بعيد. يمكن يكون اتعود على الحياة في إنجلترا، يجوز يعني، يجوز جدا. بالمناسبة هي إنجلترا العيشة فيها حلو، بس في ظل الأزمة العالمية هي مش حلوة خالص خالص يعني. في ظل الأزمة العالمية الوضع في إنجلترا صعب. وهنا الشيء بالشيء يذكر، أنا قبل كده حكيت لكم على صديقي العزيز جدا خيري بيه، مهندس خيري الحقيقة عايش هناك في إنجلترا بحكم شغله، ده هنا ده راجل بيشتغل في شركة من الشركات الكبرى يعني الضخمة جدا في مجال التعدين في مجال الذهب والمعادن النفيسة تحديدا، أظنها تاني أكبر شركة في العالم ما شاء الله يا خيري. مهم يعني، فخيري عايش في لندن كمان، فلما يقول لك إنه بالظبط كده والله ربنا يحاسبني، وخيري ربنا يديله الصحة حي يرزق وبيقعد يسمع الحاجات دي، انا عارف ان هو يتابع دائما البرنامج بتاعنا، اولا باعتباره صديقي، ثانيا باعتباره بالنسبه له طبقا على حد قوله برنامج مهم يعني. فحتى قلت له مهم ليه يا خير؟ قال لي يخاطب السواد الاعظم من الجماهير. قلت له انت شايف ان البرنامج ناس كتير بتشوفه يا خيري؟ قال لي انا اعتقد الغالبيه بتشوف في البرنامج من اهالينا الناس العاديه، بس قال لي بقى هنا مش النخب المثقفه او الناس اللي هم كلاس اي، عارف بتوع الساحل الشمالي الطيب التعبير اياه ده، سيبك من القصه، هرجعك بس على الاصل بتاع حدوته خيري. استنى بس، استنى نديم اتقل. ايه بقى؟ انه انت تخش السوبر ماركت بتخرج بعبوة واحدة من زجاجات الزيت، وانه المسألة مش بالسهولة اللي الناس متصوراها. تخيل انت تتكلم على انجلترا، واحدة من اهم الدول على الاقل اقتصاديا في العالم، ان لم تكن اهمها على المستوى السياسي يعني. فتيجي انت للدرجات دي زعلان قوي انه في تضخم في الاسعار؟ يا راجل انجلترا التضخم ما كانش بيعدي فيها 1%، 2% يوم ما يقطع نفسه. تعرف يعني ايه التضخم في انجلترا يبقى 9%، ويبقى بوريس جونسون بنفسه يقول لك هيوصل 10 وما عنديش حاجة اقدر اعملها. بص، حدوتة ما يحدث في الخارج ومقارنة بما يحدث في الداخل دي حدوتة فعلا يجب ان تروى في نفس ذات الحلقة، بس خلوني اروح لكم على حاجة مهمة ما هياش بعيدة، وعلى صعيد التكتلات والتحالفات ومسألة الروابط والأواصر شديدة القوة اللي هي طول الوقت موجودة ما بين مصر وما بين أشقائها العرب، ولكن الكل أصبح يتحين أو يستفيد فعلا من فرصة ذهبية حصلة. الفرصة الذهبية دي عندنا احنا تقريبا بس في الوطن العربي، ألا وهو المزيد والمزيد والمزيد من الترابط والاتفاقات. استقبال الرئيس العراقي لوزيري خارجية مصر والأردن خلال زيارتهم لبغداد، وده شيء مهم إلى أبعد الحدود. خلونا نحاول نفهم هو ليه مهم لأبعد الحدود، فلا تظن أن المذيع يبالغ. دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك يا دكتور حامد. أنا كنت بتكلم على مسألة العلاقة الثلاثية ما بين أو المحور الثلاثي الأردن أو مصر الأردن العراق لو خدناها من ناحية مصر، أو العراق الأردن مصر لو خدناها من الناحية العراقية. طبعا العلاقات المصرية العراقية الأردنية هي علاقات تاريخية تضرب بجذورها في أعماق الأرض والسماء، ولكن منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في العام 2014 أخذ على عاتقه تعظيم وتعزيز العمل العربي المشترك، فأخذت هذه العلاقة منحة أكثر قوة وأكثر عمق يعني، سواء سياسيا اقتصاديا عسكريا. وده أستاذ يوسف لم يأتي من فراغ، بل كان هناك يعني أكثر من 5 قمم ثلاثية عززت ورسخت وجعلت هذه العلاقة على أعلى مستوى،
سواء القمة الأولى التي عقدت في 2019 في القاهرة، ثم قمة ثلاثية في نفس السنة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم القمة الثلاثية في أغسطس 2020، ثم الزيارتين المهمين جدا واللي كان ليهم نقلة نوعية في العلاقات المصرية العراقية الأردنية، وهي زيارة فخامة الرئيس السيسي إلى بغداد كأول رئيس مصري يزور العراق منذ أكثر من 31 عام. صحيح. ثم بعدها بأقل من شهرين فقط مشاركة فخامة الرئيس السيسي أيضا في قمة التعاون والشراكة ومشاركة الكثير من قادة دول العالم كدعم للعراق قبيل إجراء الانتخابات والتي أجريت بالفعل في أكتوبر 2021. هذه القمم كانت نقطة انطلاق يوسف لمسار العلاقات بين القاهرة وبغداد وعمان لتعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة وأيضا التعاون والتنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لتأسيس تكامل سياسي اقتصادي تجاري أمني بين الدول الثلاث قائم على الأهداف التنموية في إطار مشروع الشرق الجديد، وهو المشروع الأعظم الذي إذا تم تنفيذه سيعود بالنفع على المنطقة العربية بأكملها. إيه هي الملامح الرئيسية لهذا المشروع يا دكتور؟ هو يعني على واقع الأرض هو يتماشى مع الرؤية المصرية في أن تتحول مركزا إقليميا للطاقة، ولكن فعليا هو يخدم مصالح الدول الثلاث. شاهدنا الكلمة الواضحة اليوم لرئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، والذي أشار إلى أنه لابد أن تكون هناك المنفعة المشتركة والمصالح الاستراتيجية المشتركة وتحقيق هذه المنفعة للدول الثلاث. مصر لديها كتلة بشرية كبيرة، العراق لديها ثروة نفطية ضخمة، والأردن كهمزة وصل بين الدول الثلاث. هذا المشروع ينطلق من جنوب البصرة في العراق انطلاقا إلى مدينة الزرقاء الأردنية إلى العقبة المصرية، وبالتالي سيكون هناك رافدا اقتصاديا متكاملا، لأنه سيكون هناك خطا بريا هو بالفعل تم تنشيطه وتم التعامل معه وأصبح الآن يعمل بكامل كفاءته، وبالتالي هناك رؤية كبيرة للعمل على تعظيم العمل العربي المشترك في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها الخطيرة على منطقة الشرق الأوسط وأيضا تداعيات جائحة كورونا. كل هذه العوامل تحتاج إلى تكامل عربي. شهدنا قبلها بيومين أيضا يا يوسف زيارة مهمة جدا لرئيس الوزراء المصري والشراكة التكاملية الصناعية المصرية الإماراتية الأردنية، وبالتالي إحداث التكامل العربي مع كافة الدول العربية وفتح هذا الباب يجعل هناك فرصة ذهبية كما أشرت حضرتك في سؤالك لي، وهي الجزئية الهامة أن هناك فرصة ذهبية لتحقيق التكامل العربي وأن تنجح وتستغل المنطقة العربية هذه الأزمة لتخرج مارد حقيقي يحقق الاستقرار والنماء والرخاء لمنطقتنا العربية ولشعبنا. طيب دكتور حامد، يعني وحضرتك خبير مهم في مثل هذا المجال، أنا كنت حتى بتكلم قبل مكالمتنا في أنه بسبب الحرب العالمية الثانية بدأت بذور لأجل خلق اتحاد أوروبي، فكانت بعد كده اتفاق روما، ثم بعد كده السوق الأوروبية المشتركة، وبعد كده العملة الأوروبية الموحدة، وبعدين الاتحاد الأوروبي ببرلمان موحد إلخ إلخ إلخ. هل من الوارد أن مثل هذه الشراكات العربية فيبقى عندي محور ثلاثي مصر الأردن العراق، ومحور ثلاثي مصر الأردن الإمارات، ومحور ثلاثي مصر الإمارات السعودية، وتكثر هذه المحاور إلى أن نصل إلى سوق عربية مشتركة، هل تعتقد أنه بات الأمر قاب قوسين أو أدنى نظرا للظروف الدولية المحيطة بنا؟ أنا بتفق مع حضرتك جدا، لأن دي الرؤية اللي بتسير عليها القيادة المصرية باعتبارها هي ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية. يعني مصر لديها ثوابت في سياستها الخارجية عززت ورسخت مكانتها خارجيا وجعلت لها ثقلا سياسيا كبيرا. هذا الثقل تستغله الدولة المصرية في عمل دوائر صغيرة، دوائر أمن قومي صغيرة. شاهدنا المحور المصري الإماراتي
الأردني، شاهدنا المحور المصري الأردني العراقي، شاهدنا أيضا محاور أوروبية كالمحور المصري القبرصي اليوناني، وهذا يؤكد على أن الدولة المصرية تقوم بعمل دوائر صغيرة لإنشاء دائرة كبيرة يكون الهدف منها الحفاظ على الأمن القومي العربي وجعل المنطقة العربية قادرة على مواجهة تحديات جسام في الفترة القادمة، خاصة أن المشكلة الكبيرة في العالم الآن في أزمتين لا يمكن أبدا التغلب عليهم إلا من خلال التكاتف، وهي أزمة الطاقة وأزمة الأمن الغذائي الذي يمثل تهديد خطير للأمن القومي العربي ويحتاج إلى تكاتف فعلي. وفي ظني وتقديري أن ما يحدث على واقع الأرض الآن ينبئ أن هناك تحالفا عربيا اقتصاديا يؤسس تكتل اقتصادي قوي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. طب بما ان احنا اتكلمنا عن الطاقة وفي ظل اتجاهات دولية الى اقتصاد اخضر وما الى ذلك، ذهابا الى انه الناس تبقى فاهمة المصطلح، هي مسألة اقتصاد قائم على طاقة نظيفة، هل من الممكن ان نشهد الجملة اللي كنا نقولها زمان السكة الحديد، دلوقتي ما بقتش السكة الحديد، القطر الكهرباء، هل من الوارد ان احنا نشهد قطارا كهربائيا يربط ما بين القاهرة، الرياض، ابو ظبي على سبيل المثال، القاهرة، عمان، بغداد على سبيل المثال، ثم تمتد هذه الروافد لتصل الى كافة العواصم العربية؟ مصر اصبحت مش بس مركزا لتسييل الغاز، بل هي فعلا مصدر او مركز لتصدير الطاقه، لدينا فائض الحمد لله والشكر لله من الطاقه، اما ان الاوان لخلق هذا النوع من وسائل النقل دعما للاقتصاد العربي المشترك؟ لا يمكن ابدا ان يكون هناك اقتصادا دون ان يكون هناك وسيله نقل فاعله. ما نشهدها الآن داخل الدولة المصرية من طفرة اقتصادية على كافة المستويات، نشاهد كل أنواع التقدم. مصر عندما تقدم على عمل مشروع داخلي فإنها تقوم بفعله على أكمل وجه، وأن يكون يعني طبقا للامتيازات الكبرى والدولية التي تؤكد على أن مصر أصبحت يعني ملهمة لكافة الدول العربية. وهنا أعود بالذاكرة إلى الخلف قليلا وأتذكر كلمة الرئيس العراقي برهم صالح الذي أشار إلى أن التجربة المصرية هي تجربة ملهمة، وتريد العراق أن تستلهم هذه التجربة لتنفيذ هذه المشروعات، وبالتالي قطار كهربائي سريع يربط بين العراق والأردن ثم العقبة المصرية من الممكن جدا تنفيذه، ومن الممكن جدا أن يكون ممثلا لمشروع القاهرة كيب تاون الذي يربط أكثر من 9 دول أفريقية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية والثالثة منه، والآن يتم استكمال باقي المراحل، وبالتالي من الممكن على شاكلة هذا المشروع أن يتم تنفيذ هذا القطار السريع الكهربائي السريع الذي يكون ناقلا للبضائع بدلا من المجهود الشاق الذي يتم عن طريق النقل البري. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية. وسائل النقل أمر شديد الأهمية، عايزك تبص لي على أي دراسة اقتصادية حصلت في العصر الحديث لا تعتمد بأساسها على وسائل النقل، تيجي تقول لي أصل أنا مش عاجبني، بتعملوا طرق، بتعملوا كباري، بتعملوا سكة حديد، هو إحنا مش عارف إيه علشان نعمل قطر كهرباء؟ إحنا علشان نبقى مش عارف إيه، عظيم جدا كبير، لازم يبقى في عندك قطر كهرباء، لازم يبقى في عندك وسائل نقل حديثة. خد بالك بس عشان تبقى فاهم حاجة، يعني العالم علشان يستقبل المنتجات بتاعة سيادتك حاطط اشتراطات حتى في اللي بياكله، يعني مش بقى مسألة أصل البرتقال ده طعمه حلو وحجمه بالحجم اللي بيبقى عايزينه الأوروبيين واللق، هي مش بس في المواصفة الشكلية أو حتى في الطعم، لا ده الأوروبيين حاطين مواصفات متعلقة بطرق الزراعة، انت بتزرع ازاي وبتستخدم انهي نوعيات من الاسمده والمواد اللي داخله في هذه الفصائل ايه وحاجات زي كده، فلو حصل فيها لخبطه هيجي يقول لك شكرا مش عايز. فهمت ليه الاوروبيين بيستوردوا من مصر موالح؟
فهمت ليه انت نمره واحد في التصدير للاتحاد الاوروبي؟ علشان انت في الحته دي عملتها كما يجب ان تكون بالمسطره. طيب علشان تصدر منتجات اخرى ليست فقط من الحاصلات والمنتجات الزراعيه، الناس برضه متصوره ان القصه كلها عند الاوروبيين، مثلا يقول لك اصدر العربيات طبقا لاشتراطات الامن والسلامه المنصوص عليها في اللوائح الخاصه بالاتحاد الاوروبي في هي مش بس كده. هو انت صنعت ازاي؟ الاوروبيين ماشيين في سكه بتاعت انه عشان استورد منك عاوز اضمن انك انت صنعتها بطريقه غير ملوثه للبيئه، او في اقل الاحوال لا تتسبب في حمل بيئي ضخم. انت متخيل؟ طيب يبقى علشان كده انت طول الوقت قاعد عمال بتتوسع فيما نطلق عليه اقتصادا اخضر، هيدروجين اخضر، عربيات كهرباء، صناعات متعلقه او انتاج طاقه بديله. واخد بالك ليه ولا لا؟ مش بس عشان بتوفر طاقه للمصانع، علشان لما تنتج تبقى بتنتج طبقا للاشتراطات اللي بيحطها العالم. فهنا توصل لايه؟ للنديه. طيب نديه في ايه يا عم يوسف؟ الدكتور طه حسين الله يرحمه كان بيتكلم على التجربة الحداثية الأوروبية وتجربة مصر، ده مستقبل الثقافة في مصر، انه ازاي تقدر توصل. فعلينا ان احنا نبص على التجربة مش عشان نقلد، عشان نبقى انداد. انداد هنا دي بقى عبقرية الدكتور طه حسين. فلما تيجي تخلق وضع داخلي اقتصادياً بنفس المنظور وتستلهم التجارب اللي سبقتك قبل كده في أوروبا وتبدأ تشتغل عليها علشان تحصل هنا بكفاءة، هي دي بدايات الندية. أنا مش عايز أخدك تبص بقى على قرارات كبيرة متعلقة بالأوضاع العربية، العربية أنت واقف فيها أسد، أنت وإخواتك اللي حواليك، عشان الحق يتقال، أنت وإخواتك اللي حواليك واقفين أسود. أسود قدام مين؟ ده قصاد أدخن تخين. مفهومة دي ولا إيه؟ على رأي فؤاد المهندس الله يرحمه، مش كده ولا إيه؟ ده التليفون ما بحدش بيرد عليه، وبتاخد مواقف واضحة، ومواقفك جوه المحافل الدولية واضحة، وعلى أكبر ملفات مركزية. شوف النهارده كنت بتكلم مع زميل وصديق الحقيقه عليا جدا في مجلس النواب الدكتور خالد بدوي، فكنا بنتكلم على مساله هو العالم شايفنا في اي اتجاه. قلت له خالد انا كنت في امريكا في شهر 9 اللي فات، وقابلت اكتر من عضو كونجرس، وقابلت اكتر من حد في دوائر الشرق الادنى في وزاره الخارجيه، وما لقيت واحد ما تكلمش بإشادة عن التجربة الاقتصادية المصرية. كويس؟ ولما أنا بقول لك الكلام ده فأنا بكلمك على زيارة واجتماعات معلنة جدا يعني، فيقدر الأمريكان يكذبوني لو أنا يعني هم موجودين وأنا موجود، السفارة الأمريكية موجودة والعبد لله موجود، الجماعة في الخارجية وفي الكونجرس موجودين على سبيل المثال يعني. الكل شوف انا بقول لك، هو انا مسؤول اهو عن الكلام ده تحديدا عشان انا شاهد العيان، انا اللي سامع. كان معايا زملاء زي الزميله صحر البزار، طبعا كان معانا السفيره المشيره خطاب الى اخره، طيب مهندس اشرف سابق، كذا حد. الكل اشاد بالتجربه الاقتصاديه المصريه. تيجي دلوقتي انت تشك في نفسك؟ يعني انت كمواطن مصري عظيم بتشك في نفسك وتصدق كلام العيال المتخلفين خرفان الجماعه غير المباركه في انه الوضع الاقتصادي والملف الاقتصادي ليس على ما يرام؟ يا عم مش انت السبب، كورونا سبب، حرب سبب، مش بس كده بالمناسبة يعني، ده انت بتحاسب على فاتورة 30-40 سنة قبلك ايه؟ قبلك انت مواطن بدأ في 2004 يا سيدي، بدأ في 30-6 او في 3-7. دولة بدأت تعيد بناء ذاتها عشان تصل إلى مفاهيم نسميها ما بين قوسين ثقيلين في يوم ما سوف يكون عنوان عظيم. وخليك فاكر
اسمه الجمهورية الجديدة، هيبقى عنوان عظيم وهيدرس في يوم ما، عشناه ولا ما عشناش هيدرس، وخليك فاكر الكلمة دي، هيدرس على مستوى أكاديمي ومش بس في مصر، خد بالك وأنا بكلمك بجد حقيقي، وأنا عارف وفاهم كويس قوي أنا بقول إيه قوي، يعني تيجي تشك بلاش. دوائرك الحيوية في ملف قضية مركزية، الصراع العربي الصهيوني في الشرق الأوسط، في ملف قضية إقليمية شديدة الأهمية ليبيا، في ملف سوريا، في ملف إفريقيا، في حكمتك في التعامل مع القضية الإثيوبية. الناس اللي أنا بقولك عليهم دول اللي أنا ذكرتهم لك في المكانين والمؤسستين دول في الولايات المتحدة الأمريكية أشادوا بل قالوا أديرت هذه الملفات بمنتهى الكفاءة، وما كناش متصورين كده، ده كلامهم. تيجي تقول لي أصل وفصل، شوية ثقة سايق عليك النبي عشان ربنا يحبك، شوية ثقة. لما يبقى اللي بره شايفينك كده وانت شايف نفسك قليل تبقى بتصغر نفسك، ده بالبلدي. الواقع ان احنا فعلا عارفين كده، القديس اثناسيوس الكل يقف ضدك يا اثناسيوس، العالم يقف ضدك يا اثناسيوس، فيرد يقول لهم وانا اقف وحدي امام العالم. احنا واقفين لوحدنا قدام العالم نوعيا، بمساندة اشقائنا نخلق تكتل محدش يقدر يقرب له. يا راجل انت بتتكلم على المنطقة العربية، مركز ثروة ضخم على مستوى العالم، مركز مواد خام ضخم على مستوى العالم، قوة بشرية ضخمة على مستوى العالم. ده انا هنا لو بكلمك على الوطن العربي، وطني حبيبي، الوطن الأكبر، بس لو ما قلتلكش بقى انه تخيل هذا الوطن العربي العظيم مع بقية، لان احنا عندنا دول شمال افريقيا عربية، طيب مع بقية دول القارة الافريقية، يا دين النبي ده احنا نقوم العالم ونقعده بإشارة ان اردنا، بس اذا اتحدنا. والسلام ختام، ادعوكم لمشاهدة تقرير، بالتقرير حول استعدادات السلطات المصرية المعنية طبعا بتنظيم مؤتمر ومعرض السياحة المصري الدولي الاول تحت مسمى يبقى جيت ترافل اكسبو، صح كده؟ متأكدين؟ طيب طبعا ده بطبيعة الحال تحت رعاية وزارة السياحة، أصل أنا أحب أن أنا أقول الحاجة مظبوط، يعني وزارة السياحة والأثار، طبعا وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون كمان مع جهات مسؤولة كثيرة في الدولة من مختلف المؤسسات. ليه؟ إحنا عايزين هذا الحدث يخرج بشكل لائق باسم مصر عالميا، وتاني دي فرصة ذهب للسياحة، ذهب. لو إحنا في وزارة السياحة أو في قطاع السياحة تحت راية وزارة السياحة والآثار، لو إحنا في هيئة تنشيط السياحة، خد بالك كويس، لو إحنا في غرفنا في مكاتبنا السياحية اللي بره اشتغلنا ده إحنا عندنا بقى مش الفرصة الألماس، في أغلى من الألماس في الدنيا يا جماعة؟ هو اليورانيوم أغلى ولا الألماس؟ مش عارف. أغلى حاجة إن الناس تيجي تتفسح هنا. ليه؟ فارق في سعر الصرف يخلي الناس تيجي تتفسح هنا، استقرار أمني يخلي الناس تيجي تتفسح هنا، أوروبا قلقانة أمنية أنت لأ، مزيكا. الوضع في مصر في السياحة المفروض يبقى مزيكا، فلو اشتغلناها صح هنجيب فلوس بالعبيط. نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. دورنا في وزارة السياحة أننا ندعم كافة الجهود اللي تعبر عن قيمة وإمكانيات السياحة المصرية. كمان هو معرض هام جدا لأنه يقام على القاهرة في مكان من أجمل الأماكن الموجودة في القاهرة في قصر القبة التاريخي، نستعرض من خلاله خلفية رائعة
نستعرض منه تاريخ مصر العريق وحضارة مصر الممتدة. نتمنى أن يكون عندنا أكثر من معرض وأكثر من فعالية وحدث دولي بهذا الحجم في كل مكان في مصر، لأننا نستحق أن يكون عندنا كل هذا الزخم الإعلامي. النهاردة بصدد مؤتمر صحفي للإعلان عن معرض دولي هيقام على أرض مصر إن شاء الله في مدة 4 أيام من 6 إلى 9 سبتمبر 2022. هيشارك فيه أكثر من 56 دولة على مستوى العالم وأكثر من 200 شركة في ما يخص السياحة والطيران. الهدف منه هو استعادة جذب الاستثمار السياحي في مصر وخلق مناخ جديد وشراكات جديدة في الفترة القادمة، وخاصة بعد أزمة كورونا العالمية اللي حصلت ركود عالمي في مجال السياحة والطيران. طبعا المؤتمر هنا غرضه ترويج السياحة، وإحنا جايين نتكلم عن السياحة الرياضية في مصر عامة، ازاي احنا ممكن نزود السياحه في مصر طبعا عن خلال الرياضات الجويه. ربنا يعني احنا عندنا ميزتين نتكلم عليهم. الميزه الاولانيه الاماكن المختلفه والاثريه اللي موجوده في مصر، فبنقفز من خلال جميع الاماكن ديت. الميزه الثانيه الجو، جونا حلو فجو معتدل، فاحنا شغالين 12 شهر في السنه. طبعا في دول تانية بتشتغل فصول معينه. الفتره اللي احنا فيها دلوقتي في مصر يعني من بعد كورونا طبعا الطيران او السياحه بشكل عام في الدول العالم كلها كانت واقفه بنسبه طبعا كبيره، مش تماما. فاحنا في مصر دلوقتي بنحاول نرجع السياحه اللي كانت موجوده قبل كده، وبنحاول نروج لانواع جديده من السياحه ممكن تبقى موجوده عندنا في مصر. احنا بالنسبه لنا او بدورنا كشركه بنروج للسياحه الرياضيه، احنا بنقدم نوع جديد من الرياضات اللي هو الرياضات الغير تقليديه سكاي دايفنج. فاحنا بنوري مصر للناس او للسياح او حتى للمصريين نفسهم بمنظور مختلف تماما. الحر يا جماعة دخل علينا دخلة ما أقولكش، حاجة صعبة جدا. طيب احنا عاوزين بما انه موجة الحر شدت والصيف دخل، فلازم نفهم ازاي نقدر نحافظ على نفسنا ان كنا عندنا اي شكل من اشكال الامراض الجلدية، حساسية، كلام من ده. الشق التاني سلامة الاصحاء، يعني ايش حياتها صديقي رجل صحيح ربنا يديله الصحة يحافظ على نفسه ازاي في الحر ده. خلونا ناخد معانا الأستاذ الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية. أهلا 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 يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ بيه، أهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ طيب. وحضرتك طيب يا فندم، ازاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله ربنا يخليك. هنعمل إيه في الموجة الحارة دي يا فندم؟ بص زي ما حضرتك قلت يعني الوقاية خير من العلاج. أيوه. ازاي نحافظ على صحتنا؟ على فكرة هي حاجات بسيطة بس إيه نفكر فيها مع بعض. اول حاجه في الجو ده لازم اشرب ميه كتير. حلو. لان طبعا شرب الميه مهم لكل اعضاء الجسم بما فيها الجلد والشعر وكل حاجه. جميل. الحاجه الثانيه لما اجي خارج الصبح وانا طبعا همشي في الشارع وهمشي واتعرض للشمس، اخلي بالي ان اصعب فتره على الانسان وعلى جلد الانسان ومشيته فتره الظهيره. اللي هي الساعه 12 وساعتين قبلها وساعتين بعدها. لازم احمي نفسي قوي من الفتره دي من الشمس. فاعمل ايه؟ دايما لما اخرج بالنهار البس اقمشه دايما قطنيه، واحنا طبعا الحمد لله مصر فيها المنسوجات القطنيه زي ما حضرتك عايز. صحيح. بلاش الحاجات اللي مصنوعه من خيوط صناعيه. نمره 2 بتكون الوان فاتحه او ابيض، يعني البس ابيض ليموني لبني. ما ينفعش في الجو ده اخرج لابس اسود او كحلي او بني، لان الالوان الداكنه دي بتحتفظ بالحراره عكس الالوان الفاتحه والبيضه. القطن كمان بيبقى خفيف على الجسم. ما يخليش الواحد يعرق كتير، الحاجات السينثيتك الصناعيه بتخلي الواحد يعرق كتير ودي بتعمل مشاكل كتير في الجلد. طبعا. كمان لازم احمي راسي. يعني مثلا ممكن البس برنيطة. ممكن شمسيه لطيفه في ايدي كده، افرض ان انا هقف مثلا الدور استنى اتوبيس فتره طويله او مضطر امشي في الشارع فتره طويله. لازم اغطي راسي او امسك شمسيه زي ما قلت لحضرتك، الشمسيه دي حاجه فعاله جدا فعلا بس الثقافه بتاعتها مش عارف مش موجود عندنا ليه في مصر. يعني ليه ما بنهتمش بالحكايه دي؟ ما هي ده انا اقول للناس ايه؟ هي اسمها شمسيه. يعني مش معمول عشان بطل.
يعني هي لو كانت معمولة عشان مطر كانوا سموها مطرية مثلا يعني إنما اسمها شمسية يعني للحمام الشمس. فيعني ماسكة شمسية الإيد دي بتحمي الإنسان جلده وتحميه كمان من ضربة الشمس. حلو جدا. ضربة الشمس بتبقى خطيرة. طيب في حاجة معينة مثلا ناكلها فتحافظ علينا أكتر، حاجة نشربها غير المية كمان تحافظ علينا أكتر إن أردنا؟ يعني انت عارف حضرتك في انا دايما اقول للناس ايه، لو انت رايح الصبح الشغل بتاعك خلي معاك شنطه صغيره كده فيها ازازه ميه وفيها خيارتين، الخيار بيروي قوي. صح كويس، وحته مخلله صغيره قوي طبعا ما عدا الناس اللي عندهم الضغط. ليه؟ انا لما بحرق كتير بفقد املاح. ودي ممكن تعمل انت عارف الكرامبس او تقلصات العضلات المؤلمه. صح، وبتمثل خطوره. فلو كلت في اثناء النهار كده قطعه صغيره قوي هتعوضني الاملاح اللي انا فقدتها. دي حاجات نعملها. انما بصفه عامه انا بنصح في الجو ده بالاكثار من اكل السلطه الخضراء. وبلاش الحلويات، يعني بلاش الاكلات اللي فيها سكريات. ليه؟ لانها دي بترفع الطاقه وبتسخن الجسم. طب اكل ايه مثلا؟ بطيخ، كانتالوب، في برتقال صيف حلو قوي. الفواكه مطلوبه في الجو ده اكتر من الحاجات اللي في المصنعه اللي فيها سكريات. 100% يعني ما كمان ما ناكلش اكل تقيل قدر الامكان. طبعا ولا اكل انت عارف ولا سمين ولا تسبك ولا كلام من ده، لان برضه الدهون بتدينا طاقه. انا عايز يعني اقلل حاجات. وفي نقطه كويس برضه يعني انا مش عايز انساها. اتفضل يا فندم. بتبص تلاقي حضرتك في الجو ده الناس بتستحمى بميه سخنه، ودي ظاهره غريبه جدا عند كثير من المصريين. يعني تلاقي درجه حراره 40 وهو بيستحمى بميه درجه حراره 50. طبعا ده غلط. ده انا انا بعمل كده بصراحه. طب اسمع كلامي بقى. الميه السخنه انا محتاج ان انا يعني ابرد جسمي وارطبه. فلما انا بستحمى بميه سخنه دي بتوسع الشرايين وتخلي كميه الدم اللي راح الجلد تبقى اكتر. فالجلد هيسخن والجسم يسخن اكتر. في حين ان انا لما استحمى بميه بارده ده بيرطب جسمي ويخلي الاوعيه الدمويه تنقبض فكميه الدم تقل فجسمي يبرد. وبعدين في ناس يقول لك ايه، اصل انا يعني ما اقدرش استحمى بالميه بتبقى ساعه ما فيها ثلج. طب امال انت بتنزل البحر ازاي وحمام السباحه؟ يعني بيسخنوا البحر قبل ما ينزلوا؟ لا يعني دي بناخدها وكانها صدمه لو تش على طول كده. طب ما تش تحت الدش برضه. ما هو بقى ايه، قطرات الدش دي بتنزل بقى على اماكن متفرقه فالواحد يقعد تحت الدش حاجات كده يعني. لا بالعكس، دي بترطب الجلد جدا وبتحافظ عليه من التاثير الميه السخنه اللي بيبقى ليها فعلا اثار ضاره على الجلد. طيب يعني نستحمى بميه بارده ده مهم، ناكل خيار ده مهم، حتتين مخلل ما نزودش ناخدهم معانا في علبه بلاستيك ظريفه، دي بتبقى يعني وكانها ايه وجبه وسط اليوم على ما نرجع بيتنا بالسلامه باذن الله. نكتر من شرب الميه، يا سلام سلم لو استخدمنا شمسيه واحنا نازلين، ونغطي راسنا قدر الامكان كاب برنيطه يعني او ما شابه، وطبعا يبقوا قطن أو طبعا او قش. كمان في حاجة ممكن نستخدمها ويمكن السيدات يستخدموها أكتر والرجالة والله، الكريمات الواقية من الشمس أو السان بلوك. ما دي مش هتبقى في متناول الجميع برضه يا دكتور. لا على فكرة بقت بتصنع في مصر دلوقتي. والله ما بقاش بقى الماركات العالمية وكده، لا هي فيها حاجات مش غالية خالص. وحاجات يعني حلوة يعني. هنا بقى في رأي دكتور هاني المنتج المصري ده منتج كويس وجيد وآمن وما إلى ذلك، لأنه في ناس دايماً إيه عندها عقدة الخواجة برضه. بص حضرتك المنتجات المصريه الدوائيه وحتى مستحضرات التجميل زيها زي المستورد بالظبط. وكريمات الواقيه من الشمس، اي كريم هلاقي مكتوب عليه 50 زائد مصري اجنبي كله زي بعض. 50 زائد؟ زائد اللي 50 بلس يعني. ماشي. فدي نستعملها وتحمي طبعا من الشمس بشكل كبير جدا، وتجدد كل ساعتين. وتجدد كل ساعتين بالزبط. قدر يعني قدر الاستطاعه. لا عشان يعني ما هو برضه افرض انا رايح الشغل بتاعي حطيته في المكتب مفيش شمس، انما ممكن انا هخرج تاني احطه. يعني اذا كنت هتعرض للشمس بصفه مستمره طول اليوم لازم يكون كل ساعتين. ماشي. انما لو رايح جاي بقى وانا رايح وانا راجع.
بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور، دايما نستفيد بكلام حضرتك دكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية. يعني كبسولة وروشتة لطيفة جدا علشان خاطر إيه نقدر نقاوم الموجة الحارة، لأنه خلاص الصيف دخل، يعني كل سنة وانتم طيبين. بعد الفاصل لقاء مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بعد إذنكم استنونا، لأنه كل مرة نستفيد ونستزيد. انتظرونا. كنت عايز اسال فضيله الشيخ احمد كريمه بخصوص الرخصه اللي اديها لنا ديننا بالنسبه للصلاه في السفر، حدودها وكل ما يتعلق بالرخصه دي في السفر، خاصه ان حاليا في وسائل السفر حديثه لاطرة، او لو وقت الاقامه وقد ايه بالظبط التفاصيل دي. حكم ترك الامام ايه او ايتين من سوره الفاتحه والمامومين ما ردوش الامام في فيما اخطا، يعني هل الصلاة هنا كده بطلت أم ما بطلتش الصلاة؟ لو واحد فاتح محل تجاري ملابس يعني ومعذور في فلوس يجيب بضاعة وحب يجيب الفلوس دي من البنك يجيب بيها بضاعة، هل دي حرام ولا حلال؟ أنا عندي أخويا وحيدنا، إحنا خمسة، من بعد ما اتجوز مراته قطعتنا مننا خالص، يعني نفسنا نشوفه أو نحضنه بنحلم بيه، إيه الحكم مع مراته نعمل إيه؟ يعني إيه الحال معاها؟ الزوج لازم ياخد موافقة زوجته في الزواج الثاني، ده مواكب ومطابق للشريعة الإسلامية. مناسك الحج يعني لو يقدر يوضح لنا في الوقت الحالي، عشان إحنا طبعًا داخلين على ذو القعدة طبعًا، كل سنة طيبين. فيعني اتمنى ان هو برضه يوضح لنا مناسك الحج، لانه كان برضه ليه تعليق كده ظريف كده على موضوع المناسك وكده، فيا ريت نسمع منه ان شاء الله المناسك. حكم تارك الصلاه عمدا بالنسبه للوصايه، الوصايه بيقولوا الشرع ان احنا نعمل الشرع نوزع حسب الشرع، لكن لو حاولت وانا في حياتي اوزع من غير يعني بالتساوي مثلا حرام ولا حلال؟ انا طالبه منه ان يقول للناس يعني نعمل ايه زياده في القران، زياده في يعملوا ايه عشان الايمان يدخل جوه قلبهم. وكمان في شباب في صوتهم رائع في الاذان وفي يوم الجمعه ده، انا عايزه دول برضو يقروا، مش واحد مثلا عنده 70 80 سنه يقعد يقرا في المسجد في خطبه الجمعه، لا، في ناس شباب صوتهم من اروع ما يمكن. هل يجوز صيام يوم مرضي في رمضان بعديها ولا لا يجوز؟ اهلا 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 بيكم مرة تانية، كل الترحيب ب لا مش ضفنا صاحب بيت والله، مولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر. ازيك مولانا؟ مرحبا بك ومشاهدينا الكرام، والشكر موصول هيئة برنامج التاسعة مساء بتلفزيوننا المصري الرائد بإذن الله. اللهم آمين دائما ودوما. طيب، يمكن التقرير ده احنا كنا عرضناه الأسبوع اللي فات، بس ما خدناش الأسئلة بتاعته بالفعل للمناقشة أو طرحناها على حضرتك، وبالتالي هناخدها بقى. هنبدأ بأول سؤال، ألا وهو رخصة الصلاة في السفر. حتى المواطن المحترم قال ما هو أصبح دلوقتي في وسائل سفر كتير وسريعة، فهنصلي إزاي في السفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. باختصار، الأحكام الفقهية العملية إن كانت على وجهها الأصلي اسمها عزيمة. يعني الأستاذ يوسف الحسيني هي مقيم في القاهرة أو الجيزة، هيصلي الظهر 4 ركعات، دي اسمها عزيمة. مسافر أكثر من مسافة القصر، هي بتقدر في الراجح والمعتمد والمفتى به 85 كيلو متر في المرحلة الواحدة فصاعدا. لأن الفقهاء نظروا إلى المسافة التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، طبعا الرباعية، فوجدوها من عسفان على البحر الأحمر إلى مكة،
فقدرت ب 85 كيلو بالتعبير المعاصر. طبعا القصر في الصلاة في الرباعية فقط اللي الظهر والعصر والعشاء. الكيفية باختصار طبعا الصبح لا قصر فيه. القصر ممكن يكون مع الجمع، يعني ممكن إنسان هيصلي الظهر ركعتين ويقيم الصلاة ويصلي العصر، ده بنسميه جمع تقديم. ممكن العكس، ما يصليش ذلك في وقت الظهر، ولما يؤذن للعصر هيقيم الصلاة ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، اسمه جمع تأخير. حينما نأتي إلى المغرب، إذا أذن للمغرب يصلي المغرب ثلاث ركعات، إنه قلنا إن الصبح والمغرب لا قصر فيهما، ويقيم الصلاة ويصلي العشاء ركعتين أو يأخر المغرب إلى وقت العشاء. هذا كله. والمعتمد أو الراجح إن ممكن 4 أيام كافية، الجسد ارتاح وعرف الأماكن ونفسيته هدأت. بعض العلماء قال ممكن لأسبوع، لكن أقصى 15 يوما، لأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قصر الصلاة إلى 15 يوم، وفي كل ساعة. السائل الكريم بيسأل بيقول طيب الوسائل المواصلات تقدمت، هو نظر إلى المشقة الجسدية صح، لكن الإسلام في الصيام والصلاة بينظر إلى المشقة أيضا المعنوية أو الوجدانية، لأن غالبا بيغلب على السفر. قال الفقهاء السفر مظنة المشقة، يعني ممكن حضرتك أيوة تركب قطار مكيف، تركب طائرة بتنقلك من القاهرة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية الحبيبة في ساعة وثلث أو ساعة ونصف. هي الناس هنا نظرت إلى المشقة الجسدية، لا، في مشقة معنوية، أن الإنسان بيفارق الأهل، بيفارق الوطن، أحيانا بيكون داخل على مجهول، عنده حسابات معينة، فبيكون عنده قد يحتاج في الصيام إلى أن يتناول فنجانا من القهوة أو الشاي أو الأسبرين أو المسكن. بالنسبة للصلاة نفس الشيء، لأن حضرتك ممكن يكون في مشقة لتجديد الطهارة، خدت بالك؟ يعني راكب مثلا سيارة سوبر جيت مثلا، يعني سريعة، مش هتقف إلا في المحافظات، فهنا يعني كيف سيقف عند أذان الظهر أو عند أذان العصر ويجدد الوضوء ويصلي؟ فمن هنا الشرع رخص من باب وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب الجمع والقصر أثناء السفر حضرتك قلت لو يومين، والبعض قال الأربعة كمان أربعة، وبعدين قلت لنا ولو بحد أقصى هتبقى 15 يوم، ده حد أقصى. حتى لو أنا قاعد مثلا في بيت مش في فندق ولا نزل ولا مش عارف إيه؟ لا، حضرتك إن كان بيتك ملكك أو مكان أنت يعتبر إقامة، يبقى أنت هتقصر وتجمع في الطريق. وبضرب المثال يتضح المقال. يعني طالب علم انتقل من بلده إلى المدينة الجامعية، لا، بمجرد ما يوصل المدينة الجامعية بتنتهي رخصة القصر والجمح. كذلك الجندي من خير أجناد الأرض في الجيش المصري الباسل، إذا وصل إلى مقر الوحدة لا خلاص، لأن أصبحت الوحدة المعسكر فيها أصبح بيت له. كذلك في الشرطة المدنية المحترمة، فنفس الشيء. فطالما أو أنت ليك مثلا شاليه ملك، فلا، مجرد ما وصلت للشاليه الملك انتهت الرخصة، لأن أصبح ده هذا مسكن لك. إنما أثناء الطريق، طب لو الشاليه إيجار هتختلف؟ نعم، هو لو الشاليه إيجار تختلف؟ لا، بتختلف، لأن على خطر إن ممكن يقول لك امشي، ممكن يقول لك اخليه، الأوتيل ممكن يقول لك اخلي، ممكن، فقالوا على خطر يقيم، لا، إنما لا يقيم، إنما بيتك الملكية ملكية خاصة، أنت مطمئن إن محدش هيطلب منك الرحيل. بالنسبة يمكن هنتقي بس الأسئلة اللي هي في الحياة العملية. يمكن الأخت بتسأل عن الاقتراض من المصارف البنوك لعمل مشروعات. واحد عنده محل ملابس بيحتاج لمبلغ من هنا البنك لشراء البضاعة. يا ريت إن بنوكنا بتعمل حاجة اسمها عقد المرابحة.
عقد المرابحة، يعني بعد بدلا أن تعطيه نقودا ممكن أن هي تتولى الشراء البضاعة وتبيعها له نظير عائد معين للبنك بنسميه عقد المرابحة. عقد الإيه؟ مرابحة. المرابحة. وأيضا في أبحاث الآن في الاقتصاد المعاصر اسمه عقد التمويل أو الأمر بالشراء مرابحة، ده بحث عندنا في جامعة الأزهر ممكن. فحضرتك هنا ده مش هيدخل في الربا، لأن أنا مش بتعاقد الربا. ابن القيم لخصه في كلمة جميلة، قال خلي بالك إذا كان سلعة أمام مال لا يوجد ربا، لا يوجد إيه؟ ربا. إنما هو الربا في مال أمام مال نظير التأخير. فأنا بنقول للبنوك هنا المخرج، هم عارفين الكلام ده، إن اجعلوا مرابحة بمعنى العقد الآمر بالشراء مرابحة، إنك هتمول ويفضل تمول سلع. زي مثلا حضرتك مواطن أراد أن يشتري سيارة، فالبنك بيقول له هات المواصفات ويروح لمعرض من المعارض ويسدد للمعرض، وبعدين بيدي أمر للعميل أنه يذهب إلى المعرض يستلم السيارة ثم يقسط للبنك. صحيح. هذه معاملة جائزة جائزة جائزة، ويقاس عليها كل شيء. يقاس عليها مثلا تمويل العقاري، هذا جائز. خدت بال حضرتك؟ المصانع اللي هي بتنشأ وتحتاج إلى آلات، كل ده الحمد لله رب العالمين اسمه عقد مرابحة جائز جائز جائز. الممنوع اللي هو مال أمام مال وبعدين في فوائد نظير التأخير، ده اسمه ربا النسيئة، ده محرم. طيب نعم. استاذن هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل نكمل الاسئله بتاعتنا، خصوصا انا برضو بفكر في سؤال من احد المواطنين بيتكلم على مناسك الحج. فانا ايه اللي في مخي؟ طب ما احنا مناسك الحج كلنا عارفينها، يعني هل من الممكن ان يستجد امر ما او قد يتغير او يكون فيه بعض المتغيرات في المناسك نفسها طبقا لبعض الظروف ولا لا؟ فاصل ونكمل الكلام. خلونا جد رحيم مرة تانية بصاحب البيت مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. مولانا كنا بنتكلم بقى على مسألة المناسك بتاعة الحج، سؤال المواطن الكريم. فأنا المسألة بالنسبة لي بقتش مفهومة، هل في حاجة ممكن تكون بتغير ولو شيء شكليا من المناسك طبقا لبعض الظروف؟ ولهذا يسأل عنها المواطن. أيوة نعم فيه. زي إيه؟ يعني حضرتك أولا نسأل الله التوفيق والستر وأن يحفظ الحجيج في البر والبحر والجو، ونتقدم طبعا بالشكر الوافر لجمهورية مصر العربية على تيسيرها للحج، وأيضا الجهود المبذولة من السلطات في المملكة العربية السعودية. لكن في مستجدات معاصرة الآن اللي هو حضرتك الأمن في مناسك الحج رجاء. الأمن يعني أقول لحضرتك، طبعا احنا عارفين أن الإحرام بيكون بالنسبة للمصريين من الأراضي المصرية، إن كان السفر طيران يبقى من المطار، إن كان بر أو بحر بيكون من الميقات البحري المعروف. لكن هي في إشكالية الآن، يعني بيسألني كثير أن بعض العمالة بتذهب للعمل وهيأدي أيضا المناسك، لكن ممنوع يحرم من مصر من المطار أو يحرم من رابغ مثلا برا أو بحرا. طب ما ربنا ادانا المخرج أن ممكن يخرج فدية، يعني إما يطعم ست مساكين ستة أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة. نفس الشيء ممكن لو أن إنسان في الجو الحار أن قد تكون بشرته أو جلده، وأنت لسه كنت ما شاء الله في البرنامج اليوم مع الأمراض الجلدية المعاصرة، ممكن إنسان يكون عرضة أنه يصاب بأمراض جلدية لأشعة الشمس الملتهبة، ممكن يأخذ بالرخص أنه يحرم من جدة أو ممكن يحرم من مكة نفسها ويخرج الفدية.
ويخرج الفدية. طبعا برضو حضرتك احنا بننوع على ايه الامن في مناسك الحج، يعني مثلا لا داعي للتزاحم على الحجر الاسود، يعني حتى شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي سيدنا عمر عليه رضوان الله، بيقول لي عمر انك رجل قوي شديد، فما تيجي عند الحجر اياك والضعفاء، فيا اما تشاور مجرد انك ايه انك تشير. برضو حضرتك مثلا والله طمنتني يا مولانا. أه؟ لان انا في العمره تعرضت لده، ان انا لقيت الناس بتتزاحم وبتزق بعضها علشان يلمسوا الحجر الاسود، ده مجرد وانا رفضت تماما القصه. احسنت، قلت انا مش جاي عشان ازق حد. اه بالظبط بالظبط. فهنا الامن، وبالذات ان مازال مثلا البقايا الجوائح ربنا يطهرها ويطهر بلاد المسلمين او العالم كله منها، يعني مثلا حضرتك ما زلنا بنقول لبس ارتداء الكمامة، برضو حضرتك اما نقول يا ريت تقليص ايام الحج، يعني في ناس مثلا احنا مثلا الان في 6 من ذي القعدة، طب وليه؟ وهو صحيح ان دي ايام فتح باب الحج، طب ليه الناس ما تسافرش مثلا من اول ذي الحج؟ من اول ذي الحج، لان كله هيلتزم من يوم 8. يعني مثلا اللي هو نوى الافراد لما يروح من الان هيعذب نفسه لغايه رمي الجمار، طب ليه يوم 10 ذي الحجه؟ المتمتع مع ده كويس، المتمتع والقارن يعني العمليه ليه سهله شويه، انما انا بقول ايه حضرتك وليه لماذا لا يقلص ايام الحج بان يبدا بالفعل من غره ذي الحج، يبقى معاك لغايه يوم 8 اللي هو يوم الترويه. يوم الترويه والله المفرد اهو على احرامه، القارن اهو محرم اصلا، المتمتع هيحرم من يوم 8 ذي الحجه. معايا حضرتك؟ فهنا بنقول يبقى تقليص ايام الحج، ان نقول للمسلمين في دول العالم ومع بقايا الكورونا مع ظهور لا قدر الله اللي هو جدري القرود، يبقى ما زالت الجوائح موجود، يبقى هنا بنقول ايه برضو التزاحم والزحام وخاصه دي ايام صيف، يبقى بنقول من الممكن ان يكون من ايام ذي الحجه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما كانوا يذهبون لاداء الحج قبل الحج زي ما بيفعل الان من ذي القعده. حصلش، هما كان سبحان الله ده كان بعد ويخفى على كثير من الناس، يخفى على كثير من الناس. بإيجاز شديد حضرتك، هو الواجبات أو الحج معروف الإنسان بيحرم، الرجل بيتجرد عن المحيط والمخيط، بيتجنب الترفيه من إزالة الشعر الزائد من أي مكان، ويتجنب الطيب، ويتجنب المعاشرة الزوجية. المرأة بتحرم في ملابسها العادية، وطبعا تكشف الوجه والكفين، وتستر جميع الجسد بأي ملابس ملائمة، بيضة غير بيضة مش مشكلة بالنسبة للمرأة. ثم التلبية، معروفة الصيغة منقولة عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ثم بعد ذلك بيتجه الجميع إلى مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما، فبيبقى في طواف الزيارة أو طواف القدوم، وبعده السعي بين الصفا والمروة. هنا الحج إفراد هيبقى على إحرامه إلى يوم 10 من ذي الحج. المتمتع مش هينوي حج، المتمتع هينوي عمرة ويتحلل منها، يعني الطواف والسعي بين الصفا والمروة وبعدين يحلق أو يقصر. هنا بقى بقول برضو من باب السلامة في الحج، أنا ألاحظ أن كثير من الحجاج أو المعتمرين بيقص أو يزيل الشعر في المسجد الحرام نفسه، هذا ممنوع. ده مسجد، ده قدس الأقداس، عايز يقصر شعره مش هلاقي بقى ناس في نهاية السعي عند المروة ماسك مقص، أنت بتعمل إيه؟ ده مسجد، ما جعلت المسجد للقذر، ما جعلت المساجد للحال. الرسول لم يتحلل من إحرامه في المسجد الحرام، ما حصلش نهائي يطلع بره المسجد بره ويقص شعره، قص شعره، فممنوع.
يعني خدت بال حضرتك ممكن مثلا حد جات لي فكره كده ممكن حد مثلا يقول طيب انا هقص خصله وهحتفظ بيها في ايدي او في كيس بلاستيك لحين خروجي يعني انا ليه؟ بالتاكيد مش هت على فكره على فكره حضرتك هنا القص هيكون خطا يا سيدي بالنسبه للمراه بتجمع شعر راسها كله وتقص مقدار انمله ماشي الراجل العلماء قالوا ايه بيقص من الجهات الاربع مش تك تك لا ما ينفعش من الجانب الأيمن والجانب الأيسر ومن الخلف يمين ويسار هو ده التقصير أو الحلق أيا كان الحلق أو التقصير تاني حاجة حضرتك من ضمن الأمن والسلامة في مناسك الحج لما بيلجأ بعض الحجاج أو المعتمرين إلى استخدام آلات القص أو الحلق مشتركة لا دي غلط طبعا جدا ده من أسباب انتشار فرزات الكبد طبعا انت ليه يبقى كل واحد ليه يعني أدواته الخاصة بيه وهنا برضو أثمن الإجراءات الوقائية في المملكة العربية السعودية أنها بتلزم محلات الحلاقة باستخدام آلات بلاستيك لا تتكرر بأمان أنا شفتها بنفسي خدت بالك يعني مثلا موس يستخدم هو من البلاستيك مرة واحدة ويلقى أحييهم على هذا التصرف ويرد برضه يبقى عندنا في غير في الحج وغير ايام الحج يعني نقول على مصر ان يبقى عندنا ندخل الموسي البلاستيك المهم لما بنيجي لحضرتك هنا ايضا التباعد مفروض في الخيم يعني برضه هتكلم على بعض التيسيرات الان في زمن الجوائح اما اجي اقول ايه احنا طبعا 8 والناس يوم الترويه وبعد كده تتوجه الى عرفات الوقوف بعرفه لازم ده ركن الحج الأعظم طبعا ركن الحج الايه الأعظم تمام ابتدينا ننزل بقى بعد أذان المغرب يوم 9 من ذي الحجة يبقى متجهين إلى مزدلفة ماشي هنصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا وهنتجه إلى منى تمام هنرمي الجمرة العقبة الكبرى أنا بقول طيب وليه ما ناخدش بمذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه إن المبيت في منى سنة وليس واجبا واجب عند جمهور الفقهاء طب لما تيجي النهاردة تطبق ده في أيام كورونا وأيام جدر القرود طب ما تاخده بالمذهب اليسير برضو أنا بعيب على بعض المطوعة والمتشددين ما أقصدش المملكة السعودية على وجه الخصوص وبعض المشرفين اللي هم جايين بفكر أحادي معين وبعدين يبتدي ينادوا في الحجاج لا يوجد رمي للجمار إلا بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر لقد ضيق واسعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا أستاذ يوسف ما قال لستنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وهي راحة في صبيحة الفجر يوم العاشر خلاها تمشي بالليل الفجر رمت بالليل بلاش انتظر لغاية أذان الظهر خدت بال حضرتك فإذا يعني أنا بقترح عليك ولو أن يعني الموضوع كبير بس كويس أن احنا نراعي تيسيرات الفقهاء إذا كان ده في غير أيام الأزمات اللي هي الجوائح والأوبئة والحر الشديد طب ليه النهاردة أنا بناشد علماء المسلمين فقهاء المسلمين يأخذوا بالتيسير ويأخذوا كما قلت لك وده كان مفروض يكون عنوان حلقتنا النهاردة اللي هو عن إيه الأمن والأمان في مناسك الحج يا رب اكتب لنا الحج الموسم ده واحد نفسه والله عمال تحكي مولانا وأنا حاسس أن أنا إيه قلبي كده عاوز يروح على هناك بس هو يمكن لحد دلوقتي لسه ماليش نصيب ربنا يكتبها لنا ربنا يكرم مين عارف بين عشية وضحاها الموضوع يتغير مين عارف أنا بشكرك جدا 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 يا مولانا كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عارف أن فاضل سؤالين ثلاثة لسه ما خدناهمش نؤجلهم إلى الحلقة القادمة مع التقرير بتاع الجديد بقى برضو اللي هيبقى فيه أسئلة أكتر وهيبقى فيه عندنا متسع أكتر بإذن الله سبحانه وتعالى من الوقت خلصت الحلقة لحد كده لو كان لنا العمر بإذن الله نقابلكم بكرة وفي نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات